مكافأة للاعبين. الأخ محمد النصار إن شاء الله يوم الأحد راح يكرم اللاعبين. طبعا ما نختلف على الأخ فواز الحساوي، وهذا شيء مو غريب على أبو عزيز. مجلس الإدارة إن شاء الله قاعد يبحث في تكريم اللاعبين. أعتقد إحنا يعني دفعة معنوية، يعني وصولهم النهائي بتكريمهم دفعة معنوية، فما بالك إن شاء الله ويكون حافز لهم، ما بالك لو يعطون خطوة في البطولة. فشوف يعني الشخصيات شلون راح تكرم والشركات راح تكرم، أنا متأكد من هذا. فأعتقد نشكر الإخوان اللي يعني قدموا مكافآت للاعبين وتكريم اللاعبين، وأهل الكويت أهل خير، وإن شاء الله للنهائي يكون أكثر وأكثر. أبو سالم، بالنسبة لفريق الاتحاد السوري فنيا أنت شلون تنظر، وين قوة هذا الفريق؟ والله شوف بالأمانة أنا ماني متابع الفريق الاتحاد السوري، لكن الفريق لا بشكل عام الكرة السورية أنت لعب ضدهم أكيد. إيه نعم. شيء تميزون فيه لعب السوري؟ أنا بوصل لك شغلة، أن الفريق السوري الوقت اللي فاز فيه القادسية عليه 3-0 هني ما كان نفس الفريق الحالي. في أعتقد عندهم محترفين اثنين السمر ذيلة واحد قدام أفريقي أو اثنينهم. فالفريق السوري اعتمد اعتماد كلي على العلاقة على اللياقة البدنية العالية والقوة. إيه. فهذا طبعا احنا هذا شيء نفتقده يعني للأمانة عندنا بالكويت، يعني عندنا المهارة، المهارة عندنا المهارة والفكرة العالية. صحيح. يعني على كلامك انت ذكرتني، انا عندي في صحفي سعودي كنت اتناقش وياه، فقال لي يا اخي انتوا الكويتيين ايام ما كنت انا العب، يعني قال اللاعب الكويتي عنده فكر مو طبيعي، يعني اللاعب الكويتي لو تاخذه تحطه باي فريق ثاني او منتخب ثاني يبدع ويلعب ويعرف شلون يتاقلم مع الفريق. فنرجع حق الفريق السوري، الفريق السوري فريق انا اعتقد انه فريق عنيد، فريق عنده القوه، يعتمد اكثر شيء على القوه مو المهاره، القوه واللياقه البدنيه العاليه، وهذا الشيء يساعدهم حتى من ناحيه الجو اللي تربوا فيه وعاشوا فيه، كل شيء طبيعي، فيصير هو اقوى حتى عظمه اقوى. لكن انا اعتقد ان فريق القادسيه قادر يتخطاه. جاهزين لهالمباراه ابو فهد؟ احنا ما نبي نسبق الاحداث، طبعا المباراه باقي لها اسبوعين، اليوم عندنا استحقاقات دوري وكاس، احنا ماخذين ما يقولون الهون ابرك ما يكون. صحيح. خلينا نتخطى مباريات الدوري، وعندنا فتره خل اللاعبين يطلعون من جو نهائي اسيا، ما يفكرون انه وصلنا النهائي خلاص وينسون مهمات اخرى في الدوري وفي كاس الاتحاد. ان شاء الله قبل ما بعد ما نخلص مبارياتنا المستحقه محليا، اكيد دور خطوة إن شاء الله. دور الجهاز الاداري والجهاز الفني لهم دور، مثل ما هيئوهم الى وصول الى النهائي ان شاء الله راح نهيئهم نفسيا وبدنيا وفنيا الى المباراه النهائيه. اليوم نركد الامور ان شاء الله، وقبل المباراه ان شاء الله في فتره نتعامل معاها في مباراة نهائية، والقادسية ترى مو قريب على انه يلعب نهائي. زين ابو فهد قل الو، يلا مداخلة. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. كان فهد كيف صحة؟ حياك الله. فراس خطيب. هلا هلا. مساء الخير ابو حمزة. هلا ابو حمزة. الله يمسيكم بالخير، الله يبارك. مكانك فاضي عندنا، كان المفروض تكون معنا اليوم. تو عنده تمرين ولا كان يشرفنا؟ والله ابو حمزه فراس الخطيب يكون ضيف عندنا، بس كان عنده تمرين واعتذر صراحه بكل يعني احترام، واحنا قابلين عذرك يا ابو حمزه. انا الي الشرف، الله يبارك فيك يا رب، الله يسلمك. ابو حمزه تفضل. شلون شفت مباراه الرفاع؟ والله الحمد لله، يعني المباراه كانت يعني ممتازه جدا الحمد لله، يعني ادينا ادوار اللاعبين كلاعبين، ادينا ادوارنا التكتيكيه اللي طلبت منا من قبل المدرب يعني، والخطه اللي حطيناها والرسم اللي سويناه للمباراه الحمد لله، يعني قدرنا ان نبدا بافضل ما يكون الحمد لله رب العالمين، واكيد تحسن هالشيء بالنتيجه وباداء حلو، وشفنا يعني تسجيل 4 أهداف بالمقابل في اكثر من يمكن 6 إلى 7 فرص من خلالها حصلنا الـ4 أهداف، فهذا الشيء يعني بيؤدي ان ادينا اداء طيب ان شاء الله، نتامل ان شاء الله ان نستمر على نفس الاداء. ابو حمزه قدامك تلفزيون قاعد تشوف الحلقه ولا ما تشوفها؟ لا والله ما قاعد اشوف. زين احنا بنعرض اللقطه، شلون ضيعت الجول هذا؟ ليش ما حسب الحكم الهدف؟ اي ليش ما حسب الحكم الهدف؟ والله انا اتوقع ان حكم التماس هو اللي رفض الهدف على اساس انه فول، وانا لهذا الشيء اللي استغربت منه، انا ما يعني ما لمست حتى المدافع هو لعب الكره وانا رحت من فوق الحارس، يعني انا توقعت انه راح يصير في ارتباك وين الحارس، توقعت الكره راح تروح وراه،
نعم. ورحت تركتهم يعني يدخلوا ببعض المدافع والحارس. احنا حكم الرايه حكم الرايه ما رفع رايته ترى، حكم الساحه هو اللي حسب الفاول. لا لا، حكم الرايه لو انتبهت حكم الرايه هو اللي لغى الهدف. يعني بعد انا سجلت بعد ما وانا رايح خلاص رافع يدي حتى قبل ما اشوت الكره، صحيح انا فرحان بالهدف، لكن حكم التماس هو اللي لغى الهدف. زين ابو حمزه، مباراه اتحاد حلب وانت طبعا خبير وانت احد ابو فهد يضحك، كلمني اتحاد حلب المباراه شلون شايفها؟ والله شوف، الفريق الاتحاد حاليا معدل اعماره 21 سنه، هذا مؤشر ايجابي بالنسبه لنا، يعني ان لاعبينهم ما عندهم الخبره ابدا، كلهم لاعبين شباب صغار، فريقهم مبني جديد، فهم يعني اللي عملوه هذا انجاز كبير بالنسبه للاتحاد انه وصلوا للنهائي. طبعا بيتمنوا انه يتوجوا، لكن احنا اذا بنقارن طبعا بدون غرور، لكن اذا بنقارن امكانيات القادسيه بامكانيات الاتحاد بالوقت الحالي الفرق كبير لصالحنا الحمد لله رب العالمين. لكن هذا الشيء ما في شيء اسمه حاليا مباراه او فروقات كبيره بكره القدم، بنشوف انديه صغيره وفي امثله كثيره انديه صغيره فازت على انديه كبيره، او طبعا نادي الاتحاد نادي كبير، لكن انا عم اقول لك عناصر حاليه يعني اعمار اللاعبين الشباب كلهم صغار حلوين يعني ما شاء الله عنه، وانا معجب جدا بالفريق اللي صار وبالانجاز اللي سووه هذا، انا يعني جدا فخور، لان رئيس النادي كان لاعب معي، رئيس نادي الاتحاد الكابتن محمد عفش، اوجه له التحيه يعني واشكره على هالفريق الحلو اللي طلعوا خلال فتره وجيزه، يعني خلال شهرين بس، عمر هذا الفريق تقريبا اقل من شهرين يعني تخيل، ففريق ان شاء الله من المفروض نحن تكون نسب فوزنا اعلى من المباراه، لان لاعبيننا تملك خبره اكثر، لاعبيننا 90% منهم دوليين او 100% تقريبا الفريق دولي يعني لله الحمد، فمن المفروض ان شاء الله نستغل هالناحيه هاي، طبعا اكيد بالمجهود بالشغل الجبار اللي عم نسويه كل مباراه حتى ان شاء الله ننهي المباراه لصالحنا. ابو حمزه طمني عن اصابتك، ان شاء الله اوكي كل شيء الحين ان شاء الله، حاليا ان الامور الحمد لله طيبه الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله يا رب نتمنى ان تبعد الاصابات عني وعن جميع اللاعبين العرب والمسلمين ان شاء الله. انت الصايم صار لك فتره عن الاقوال ما سجلت، نبيك بالنهايه عاد تفطر عدل بالنهايه يا رب باذن الله تعالى. مشكور ابو حمزه، اهم شيء والله اهم شيء هو الفوز، ونفرح الجمهور القطري بكل الكويت، ونفرح حتى الجمهور الكويتي ان شاء الله باذن الله. مشكور يا ابو حمزه، شكرا يا فراس الخطيب، الله يسلمك الله يبارك. ابو سالم والله نهني نادي القادسية على وجود محترف باخلاق ومستوى فراس الخطيب. حقيقه يعني فراس من اللاعبين اللي يعني خلقا وفنا داخل صحيح. الملعب، يعني فراس عمره ما انطرد، فراس ما عمره خذ دار بنرفزه، فراس مهاجم ودائما يتعرض للضغط واللعب القوي، لان كون فراس لاعب فني فنياته عاليه صحيح. فانت ما تقدر توقف لاعب فنياته عاليه الا باللعب غير شرعي او اللعب الغير شرعي، يعني دائما احنا عندنا بالقادسية يعني مجموعة من اللاعبين، يعني انا اتكلم اليوم عن القادسية مو بس كوني لاعب، انا اتكلم عن القادسية لان بالفعل فريق القادسية يضم كوكبة من اللاعبين يعني مستواهم الفني يفوق الفريق الاتحاد مثل ما قال اخوي فراس، او على فكرة يعني هو فراس يعني عنده يعني يعرف الفريق الحلبي فريق الاتحاد الحلبي اكثر منا كلنا بحكم جنسيته ومتابعته يعني اي نعم. ف دائما فراس يعني داخل الملعب لاعب تحس فيه انه لاعب جدي داخل الملعب، انت ترى ما تحتاج بس مهاره، يعني في افضل مفاد يعني افضل لاعب على مستوى العالم كان دينيلسون فنيا نعم صحيح، لكن ما يخدم الفريق، دائما انت لا تطالع انه لاعب عنده مهارة عالية معناتها ان هذا اللاعب اللي يفوزني، لا، اللاعب اللي يخدمني هو اللاعب الملتزم داخل الملعب، منضبط تكتيكيا، يتحرك صح مع اللاعبين يعني في وقت بالملعب انا احتاج ان اللاعب هذا يكون اناني، المهاجم في وقت معين بالملعب يحتاج اللاعب انه يكون اناني انه يسدد ويخلص المباراة لي، فبس مو كل الوقت، يعني دائما احنا نتكلم فنيا، نتكلم عن اللاعبين، نتكلم عن اشياء دقيقه جدا نحتاج لها داخل الملعب، نحتاج ان اللاعب يكون متعاون مع المجموعه، ما يلعب بروحه، فانا اعتقد فراس لاعب مع انه ستايل فردي، لكن هو يلعب للمجموعه وللفريق بالكامل.
فراس صحيح هو لاعب الكرامة بس قضى طول عمره وإنجازاته في الكويت وهو يعتبر كويتي الحين. طبعاً. أبو فهد لمتى جهاد وفراس بس وين محترفين القادسية؟ كيتا خلاص راح الله يوفقه في العين بس وين المحترف الثالث متى راح تسجلون إن شاء الله؟ إحنا عندنا محترف ثالث مغربي. بس بيلعب شهر واحد. لا قاعد يلعب ويانا. الحين بيلعب وياكم مو عليكم عقوبة مو عقوبة عليكم. لعب قدام العربي. لا لا يقصد هو ما تسجل. ما تس إيه. ما تسجل بالبطولة هذه الاسيويه الاسيويه لا هو شوف احنا لما راح كيتا كنا باعثين الاسماء للاتحاد الاسيوي مو مسجل كم ايه فبعدها يبنى اذا كان انت تتكلم عن محترفين موجود في راس وجهاد واليوم عصام موجود بس يعني الكل ينظر ان اللاعبين القادسية كلهم نجوم صحيح فانت لما بتجيب محترف يمكن اقولك في خط الدفاع عصام موجود يعني لكن اذا بتجيب محترف وين بتودي صح يعني الخطوط كلها بسالم كامل ما شاء الله صح مليانه ما شاء الله لا الحمد لله وفي شغله ابو بهد يعني انت الحين مساء نتكلم نقول 12 لاعب موجود بالقادسيه بالمنتخب 12 ها إكو. واللي بالملعب موجود 11 انت الحين وجود مع محترفين بعد انت بوجود فراس وجهاد نعم انت مطلع كم لاعب برا عندك 9 برا 2 يعني صراحه مشكله لا لا انا اقول لك الله يعين محمد ابراهيم يعني انا هذا الرجل انا قريب منه كمدير فريق والتمس فيه لما يجتمع مع جهازه الفني ويبدا يحلل التمارين طول الاسبوع ويبي يحط 18 لاعب انا قاعد اتكلم على 18 لاعب ان يكونون في المباراه فما بالك لما يبي يختار ال11 انا احط يدين على خدي قاعد اطالعهم يعني كل واحد يتناقش على مجموعة لاعبين إذا بيشكل خط الدفاع ومنو الاحتياط إذا بخط النص ومنو الاحتياط صحيح والمهاجمين ومنو الاحتياط يعني صراحة الله يعينه محمد إبراهيم وجهازه يعني ونقول الله يتمم على القادسية والله لا يغير علينا وإن شاء الله يزيدون أبو سالم تو مساء يمكن في بداية الحلقة قال إنه هناك وعندنا حتى في الصف في المراحل السنية لاعبين جايين وإن شاء الله يتكاملون مع أخوانهم اللي موجودين ولاعبين الخبرة اللي موجودين خلف السلامة نهير الشمري علي النمش أحمد بلوشي نواف الخالدي هذول كلهم فيهم بركة كلاعبين خبرة مع أخوانهم بفهد عادل مطر مسجل أسيويا؟ لا مو مسجل مو مسجل عادل مطر ولكننا قاعد دحين نستعين فيه إحنا في مباريات الكأس الاتحاد المحلي وبعض مباريات الدوري وباكر هو من ضمن 18 لاعب باكر راح يكون موجود مع السعوديه باكر ان شاء الله اي طلال عامر وفهد الانصاري موقفين ثلاث انذارات فاستعنا في عادل باكر بالنص باذن الله الله يوفقكم ان شاء الله يوفق السالميه وكل انديتنا فاصل اعزائي المشاهدين نرجع نكمل حوارنا حياكم الله اعزائي المشاهدين مثل ما رجعنا وياكم مع ضيوفنا ابو سالم خلينا نتكلم عن منتخبنا الوطني احنا الحين مقبلين على كاس الخليج وكاس اسيا منتخبنا جاهز لهالبطولتين والله شوف يعني طبعا كاس اسيا هذه شويه يعني شهر واحد باقي له شهر في وقت لها بالنسبه لمنتخب الخليج احنا منتخب الخليج يعني احنا عارفين الفرق كلها يعني وهم يعرفوننا يعني كاشفين بعض الاوراق مفتوحه يعني ما في شيء مسكر انت تعال حق الفريق اللي مثلنا بالرديف اللي هو بغرب اسيا بغرب اسيا اللي بالاردن الفريق يعني خذ البطوله عن جداره بدليل انه فاز 2-0 على الفريق الايراني، الفريق الايراني ترى ناقص لاعبين بس جواد نيكونام واعتقد في لاعب ثاني. فريق المنتخب الكويتي حاليا منتخب واعد، الاعمار صغيره، يعني ما عندنا لاعب كبير بالعمر، اللهم الا نواف الخالدي بس انا ما اقصد كمنتخب اول يعني لاعب صغير يعني مقارنه بقيه حراس الخليج اي نعم اي نعم انا اقصد لما اقول هو الاكبر يعني اقصد نعم. بالمجموعة يعني. ايوه له نواف يعني في 4-5 سنوات ان شاء الله يعني اذا الله فانا اعتقد ان الفريق بالخليج يعني فريق واحد طبعا يحتاج تركيز اكثر يحتاج بالمباريات يحتاج حتى يدش دورات تساهم في رفعة مستواه يعني انت اللاعب لما تجيبه وتحطه وتخليه تمرين وما يلعب مباريات بشكل منضبط والفرق اللي تختارها يعني احنا ودنا ان نطلع برا اطار العرب الدول العربيه نبي نلعب مع فرق اوروبيه منتخبات اوروبيه منتخبات حتى من شرق اسيا بس تكون القويه على 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 سبيل الحصر اليابان يعني كوريا اليابان كوريا في فريق انت تستفيد منه لكن تلعب لي مع فريق
انت ما تستفيد منه هو يستفيد منك، هذا شيء مو صحيح. هو توجه الاتحاد الحين لمنتخبات اسيا يعني بالذات، يعني مجموعتنا في كاس اسيا تضم غرب اسيا والشرق والوسط، فقاعد